بصب على حضراتكم من تاني ونقول الناس موتى وأهل العلم أحياء. بيت شعر للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قالوا من أكتر من 14 قرن. المقولة دي بتطبق على عدد محدود من الناس في كل مجتمع. احنا في مصر الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقنا بعدد كبير جدا من العلماء، ورزقنا كمان بشخصية بنحتفل بذكرها وذكرى ميلاده من خير ما أنجبت مصر، وهو الدكتور العالم الكبير أحمد زويل رحمه الله، اللي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1999، وبعد رحلة طبعا مليانة بالعلم والإنجاز رحل في 2 أغسطس 2016، لكنه لسه حي بينا بسيرته الطيبة، بإنجازاته العلمية اللي أفادت البشرية كلها مش بس المصريين. رحم الله العالم الجليل المصري الدكتور أحمد زويل.